السلام عليكم الخوت، مرحبا بكم في فيديو جديد. كنشكر كاع الناس اللي تابوناو معايا. الا كنتي انت ولا انت اول مره تتفرج فيا، ما تنساش تهبط لتحت وتضغط على البوطون الحمراء وابوني وفعل داك الجرس باش يوصلك الجديد في الحين وبطبيعه الحال. الا عجبك الفيديو جيم وبارطاجيه مع لي زامي ديالكم. المهم الخوت، انت تواجدوا في ملعب ادرار، كاينه مقابله فريق حسنيه اكادير ضد ان بي النيجيري في اطار المقابله الاولى في المجموعات، في دور المجموعات. المهم فريق حسنيه اكادير حاليا تدوز اسوء اسبوع عندها، وحاليا الالترا امازيغن مقاطعين ودايرين واحد ما يبغيوش يدخلوا تقريبا حتى الدقيقه 12 بواحد الطريقه حضاريه من النوع من الاحتجاج. الى شفتوا الكورفه السد دابا هي حاليا خاويه، شفتيها حاليا خاويه، ما يدخلوش كاينين في برا، انما ما يدخلوش حتى الدقيقه 12. هذا كيعتبروا بانهم تحتجوا على الكاتب العام وتحتجوا على الاداره الفاسده. المهم نتمنوا ان شاء الله الاهم، نتمنوا ان شاء الله فوز فريق حسنيه اكادير باش تفرق ثلاثه النقاط في اول مقابله عندها في هذه المجموعه هذه ان شاء الله، وتعطيها حافز المقابلات الجايه ان شاء الله. قلبي الباش احتجاجا على قرارات ديال الاداره، وفي نفس الوقت لابسين الاسود وما يدخلش يدخلوا حتى الدقيقه 12. تشري كف اللحظة الحمرة عليك
المشرق لعل ببلك الاختلاف الثقة لعلي وابو الشعب مشكور يقرش الحرام ما زال مبلغ الشوط الاول فوز فريق حسنيه اكادير بهدفين مقابل لا شيء.
وان شاء الله نتمنوا الشوط الثاني تواصل الفريق حسنيا اكادير هذا الانتصار هذه والمال المازيغ ما شاء الله ماشي بوليوم ما شاء الله ان شاء الله. المهم راه الى شفتوا الاغلبيه لابسه الاسود على حسب الاحتجاجات. السلام عليكم مليك صباح الخير. الحمد لله هذا تبين الطرف هو هذاك الف وجوج ارحال جوج ألقاب موراهم مسرحية كل لحظة الحمرة تعاني سببها إدارات بيع وتشري يا في كل لحظة الحمرة تعاني هذا دبيتين حكم اللقاء المقابلة بين فريق حسنية أكادير و إيليمبي التجيري بتفوق فريق حسنية أكادير بهدفين مقابل لا شيء هنيئا لفريق حسنية أكادير بثلاثة النقاط. نتمنوا لها إن شاء الله مسيرة موفقة في المقابلة الجاية إن شاء الله.